بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن المتجهات، وده أول درس في منهج الاستاتيكا للثانوية العامة. في خلال دراستنا الميكانيكا هنستعمل متجهات في مواضع كتيرة جدا. دلوقتي محتاجين نتعرف على يعني ايه متجهات، وايه الفرق بين الكمية القياسية والكمية المتجهة. لو مثلا هنتكلم عن المركب ده، نقدر نقول ان ارتفاع المركب 20 متر، ونقدر نقول ان درجة الحرارة جوه المركب 15 درجة. عبرنا عن الكميات دي بقيمة فقط او بمعيار فقط، وبمعرفتنا للمعيار فقط استفدنا من المعلومة، يعني مش محتاجين نعرف اي حاجة تانية لما نعرف ان ارتفاع المركب 20 متر. الكميات اللي بنعبر عنها بمقدار فقط بنسميها كمية قياسية. اما مثلا لو تخيلنا ان في مركب تاني بيشد المركب ده في الاتجاه ده، لو قلنا ان القوة دي 20 نيوتن وسكتنا من غير ما نحدد اتجاه القوة، تفرق لما تكون القوة بالشكل ده او لما تكون القوة بالشكل ده، او لما تكون القوة بالشكل ده او بالشكل ده؟ فالكميات اللي عشان نقدر ندرسها محتاجين نعرف قيمة واتجاه بنسميها كمية متجهة. يبقى تاني، الكميات اللي بنعبر عنها بقيمة فقط بنسميها كمية قياسية، والكميات اللي بنعبر عنها بقيمة واتجاه بنسميها كمية متجهة. تعالوا نشوف مثال لبعض المتجهات. لو تخيلنا ان المركب ده في مركب بيشده بالشكل ده ومركب تاني بالشكل ده، احنا عبرنا عن قوة الشد دي بمتجه. لو عبرنا عن القوة دي بقاف واحد والقوة دي قاف اتنين، وقلنا ان قاف واحد بتساوي 20 نيوتن وقاف اتنين بتساوي 50 نيوتن. طيب لو احنا مثلا محتاجين نعرف محصلة القوة اللي بتأثر على المركب ده نعمل ايه؟ في كذا قاعدة ممكن نستخدمها لتحديد محصلة المتجهات. القاعدة الاساسية اللي احنا بنستعملها اسمها قاعدة المثلث، بس بيطلع منها قاعدة تانية اسمها قاعدة متوازي الاضلاع، وهندرس القاعدتين في التفاصيل. بس مثال عليهم، لو احنا عايزين نعرف محصلة القوتين دي هنرسم بالشكل ده وبالشكل ده، رسمنا متوازي اضلاع. هتكون محصلة القوتين او قاف واحد متجه زائد متجه قاف اتنين بتساوي المتجه ده. المتجه ده معناه ان احنا لو لغينا القوة دي والقوة دي نقدر نستعوض عنهم بالقوة دي، وهتدينا نفس التأثير. طيب خلونا نشوف بعض الأمثلة للمتجهات وعملية جمعها. لو احنا مثلا عندنا القوة دي وفي قوة تانية بالشكل ده بيأثروا على نفس الجسم، لو ناخد بالنا ان المتجه الاول ابتدى من النقطة واحد للنقطة اتنين، والمتجه التاني ابتدأ من النقطة اتنين للنقطة تلاتة. في حالة المتجهات المتتابعة بالشكل ده اللي الأسهم بتاعتها متتابعة، المحصلة بتبدأ من بداية المتجه الأول إلى نهاية المتجه التاني، فهتكون من النقطة واحد للنقطة تلاتة بالشكل ده. فلو مثلا قلنا إن المتجه الأول هيبقى اسمه ألف ب، والمتجه التاني هيبقى اسمه ب ج، فهنا نقدر نقول إن المتجه ألف ب زائد المتجه ب ج يساوي المتجه ألف ج. ولو ناخد بالنا برضو ان بداية المتجه الاولاني هي النقطة ألف ونهاية المتجه التاني هي النقطة ج، ففي حالة المتجهات المتتابعة يعني الأسهم بتاعتها تكون بتكمل بعض، المحصلة بتكون من بداية المتجه الأول إلى نهاية المتجه التاني بالشكل ده. طيب تعالوا ندرس حالة تانية. لو احنا عندنا المتجه ده وعندنا المتجه ده وعايزين نجمعهم مع بعض، لو ناخد بالنا ان المتجهين طالعين من نفس النقطة والأسهم بتاعتهم مش متتابعة، هما طالعين من نفس النقطة، المحصلة بتاعتهم نقدر نجيبها بالشكل ده. هنرسم متوازي أضلاع بالشكل ده، وزي ما شفنا في المثال بتاع المركب محصلة القوة هتبقى بالشكل ده. لو قلنا ان المتجه ده اسمه ألف ب والمتجه التاني اسمه ألف ج، فنقدر نقول ان ألف ب متجه زائد ألف ج متجه بيساوي ألف د متجه. فلو المتجهين طالعين من نفس نقطة الأصل
بنستخدم قاعدة متوازي الأضلاع، أما لو المتجهين متتابعين فبنستخدم قاعدة المثلث. طيب نشوف حالة استثنائية من المتجهات. لو احنا عندنا المتجه ده والمتجه ده وعايزين نجمعهم مع بعض، هنجمعهم ازاي او المحصلة بتاعتهم هتكون ازاي؟ فلو قلنا ان المتجه الاول قيمته بتساوي 40 والمتجه التاني قيمته بتساوي 40، ففي الحالة دي لو قلنا ان متجه واحد زائد المتجه اتنين يساوي متجه قيمته هتبقى 40 زائد 40 بتساوي 80. بس احنا قلنا المتجهات علشان نجمعها لازم نعمل اعتبار للقيمة والاتجاه، بس احنا عندنا هنا الاتنين متجه ليهم نفس الاتجاه، وفي الحالة الاستثنائية دي بنجمع جمع عادي جدا ومنعملش اعتبار للاتجاه لان هو نفس الاتجاه. طيب لو مثلا المتجهين بالشكل ده، في حالة ان المتجهات عكس بعض فاحنا بناخد متجه ونقول عليه ده المتجه الموجب، اتجاهه هو الموجب، ومتجه تاني بنديله اتجاه سالب. فلما بنيجي نجمع لو ده 40 وده 40 برضو، فبنقول ان المتجه واحد زائد المتجه اتنين بيساوي متجه قيمته زائد 40 زائد سالب 40 بيساوي 0. هنتكلم دلوقتي عن متجه اسمه متجه الموضع، وده متجه بنعبر عنه بإحداثيات س وص. لو تخيلنا النقطة ب وفي نقطة تانية ج، المتجه اللي بيوصل من نقطة واو إلى نقطة ب والمتجه اللي بيوصل من نقطة واو إلى نقطة ج اسمه متجه الموضع. فمتجه الموضع بنعبر عليه بالشكل ده، ده واو ج وده واو ب. لو تخيلنا ان النقطة ب احداثياتها بالشكل ده والنقطة ج احداثياتها بالشكل ده، ازاي نقدر نجيب محصلة المتجه واو ج زائد المتجه واو ب؟ نقدر نستخدم قاعدة متوازي الاضلاع في الحالة دي، بس احنا عندنا متجه موضع ممكن نجمعه بالشكل ده. نقدر نقول ان واو ب زائد المتجه واو ج بيساوي متجه تاني اسمه متجه المحصلة، ومتجه المحصلة ده ليه احداثيات على محور س وص بالشكل ده. احداثياته على محور س 4 زائد 2 يساوي 6، واحداثياته على محور ص 5 زائد 10 يساوي 15. فمتجه المحصلة هيطلع في نقطة احداثياتها 6 و 15، فهنقول مثلا هي في النقطة دي، وهيكون في الحالة دي متجه المحصلة بالشكل ده. دلوقتي احنا عرفنا ازاي نجمع المتجهات المتتابعة باستخدام قاعدة المثلث، وازاي نجمع المتجهات اللي طالعة من نفس النقطة او داخلة نفس النقطة باستخدام قاعدة متوازي الاضلاع، وازاي نجمع متجه الموضع. ناقص حاجة واحدة بس نعرفها، ازاي نجيب معيار متجه موضع او ازاي نجيب قيمة متجه الموضع. لو احنا زي ما قلنا المحصلة بتاعة المثال اللي فات هتبقى بالشكل ده، عشان نقدر نجيب قيمة المحصلة بنستخدم القاعدة دي، ان قيمة المحصلة بتساوي احداثيات النقطة على محور س تربيع زائد احداثيات النقطة على محور ص تربيع، والنتيجة اللي هتطلع هي دي هتكون قيمة المتجه م. دلوقتي احنا عرفنا كل حاجة عن درس المتجهات وعرفنا ازاي نتعامل معاها باشكالها المختلفة. المثال الاول بيقول لنا في اي مثلث ألف ب ج اثبت ان ألف ب متجه زائد ب ج متجه زائد ج ألف متجه يساوي واو، والمتجه واو ده بنسميه متجه صفري قيمته صفر وبيبتدي في نقطة واو وبينتهي في نقطة واو، عشان كده بنسميه متجه صفري. يعني هو عايزنا نثبت ان احنا لو جمعنا التلات متجهات دول القيمة هتبقى صفر. طيب تعالوا نرسم المتجهات دي، ادي ألف ب وادي ب ج وادي ج ألف. تعالوا نشوف لو احنا جمعنا المتجه ألف ب زائد ب ج هيحصل ايه. لو ناخد بالنا ان المتجه ألف ب والمتجه ب ج متتابعين، وفي الحالة دي زي ما قلنا متجه المحصلة بتاعتهم هيبدأ من بداية المتجه الأول
وحتى نهاية المتجه التاني بالشكل ده. لو واخدين بالنا ان متجه المحصلة طلع عكس المتجه جيم ألف، احنا نقدر نعوض عن المتجه ألف ب زائد ب جيم بالمتجه ألف جيم اللي هو متجه المحصلة. فهنقول ان المعادلة بقت ألف جيم متجه زائد جيم ألف متجه يساوي. دلوقتي لو ناخد بالنا ان المتجه ألف جيم عكس المتجه جيم ألف، ولو احنا قلبنا إشارة أي متجه بنخليها بالسالب، يعني مثلا نقدر نقول إن المتجه ألف جيم بيساوي سالب المتجه جيم ألف، ونكمل العملية بتاعتنا زائد جيم ألف، وطبعا سالب جيم ألف زائد جيم ألف بيساوي المتجه واو، وده اللي احنا عايزين نثبته. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنحل أمثلة أكتر على المتجهات، وهنعرف بعد كده إزاي نتعامل مع المتجهات دي في صورة قوة، ونعرف ازاي نجيب محصلة قوة بتأثر على جسم. وشكرا.